كرولوس جورج عزيز دكتور امتياز، هنستلم تكليفنا في 1/4. احنا جايين النهارده بنطالب وزارة الصحة ان هي تنزل الاحتياجات الحقيقية للتكليف، مش الاحتياجات الوهمية اللي نزلت على السايت. احنا معانا بيانات نقابات الفيوم والبحيرة نزل بها ارقام، ونزل على الموقع ارقام تاني، وده بيدل ان الكوسة والمحسوبية هتفضل زي ما هي. احنا عايزين الاحتياجات الحقيقية، مش عايزين نخش على الموقع نلاقي سوهاج واخدة 990 واحد. 10 دكاترة التكليف في مصر كلها هيروح سوهاج. ليه؟ هو انت عايز يعني عايز تملى عجز الصعيد السنين اللي فاتت كلها بدفعتنا احنا بس؟ ده ما ينفعش. عايزين نرجع زي احتياجات السنين اللي فاتت، وعايزين امتيازات النائي تتطبق زي ما احنا طلبنا، الدرجة المالية تبقى على استلام نيابة مش على التكليف. وزارة الصحة متعنتة تماما، كل شوية بيحاورونا يقفلوا الموقع وينزلوه بحاجة اوحش من الحاجة اللي قبلها، فاحنا عايزين كل مطالبنا تتحقق. ابص فين طبعا؟ انا طبيب طارق محمد، دفعة 2012 تكليف 2014. النهاردة مجتمعين عشان معترضين على القرار التعسفي لوزارة الصحة بزيادة الاحتياجات وتقليل الاحتياجات في بعض الأماكن، ده قرار تعسفي، جايين معترضين عشان كده بس. يا وزارة هش القطة، يا وزارة هش القطة، الدكاترة أجيلهم نقطة، الدكاترة أجيلهم نقطة، هش القطة وهش كمان، هش القطة وهش كمان، التعريض بالمجان، التعريض بالمجان، هش القطة وهش كمان، هش القطة وهش كمان، كلنا رايحين أسوان، كلنا رايحين أسوان. من صندوق نقابة الأطباء، دي إحدى مشاكل الأطباء في مصر، مشاكل الدفعات الجديدة في التكليف والتوزيع. كان نظام التكليف عن طريق المجموع مركزي في وزارة الصحة عشان منع الوسائط والفساد. النهاردة جت وزارة الصحة طلعت قرار أن التكليف يكون بتوزيع الأطباء على المحافظات الأول، وبعد كده إعادة توزيعهم على الوحدات، مما يسمح يعني أنا أجيب لحضرتك ناس هنا اتعرض عليهم نيابات في التأمين الصحي في مقابل فلوس، فده باب في الفساد كبير عايزين نقفله لمصلحة المواطن. لازم الدكاترة كويسة تلاقي أماكن كويسة، مش ولاد الناس الأغنياء هم اللي ياخدوا الأماكن الكويسة. النهاردة الدكاترة مضربين عن استلام العمل في التكليف والوحدات نتيجة سوء النظام اللي حطها وزارة الصحة السنة دي. وزارة الصحة غير متعاونة في أي قضية، احنا قعدنا معهم 3 مرات والناس دي راحوا الوزارة مرتين، وحصل اتفاق رسمي ومكتوب وتم تصويره صوت وصورة، وتنكرت الوزارة لكل شيء كالعادة. حسام عبد المنعم رحاب، طالب امتياز طب طنطا. احنا هنا واقفين الوقفه دي علشان القرار بتاع الوزاره في التكليف. الوزاره قررت 3-4 مرات تتلاعب بينا، قررت مره انها تنزل طلبات تسجيل التكليف على موقع الوزاره، مره بالادارات، مره بالمديريات، وحصل تصعيد. فالناس كلمتها في النقابه قالت انها هتسحب، هتوقف الموقع وتنزله بالادارات والوحدات كمان. بعد شويه من رفع الموقع شغلته تاني ونزل برضه مديريات. لما اتكلموا معاها الوزاره تاني وضغطوا عليها، قالت خلاص احنا هننزل طلبات المحافظات المركزيه، واللي مش هيجي في المحافظات المركزيه هيطلع نائي. فنزلت طلبات المحافظات المركزيه اقل من النص عدد الخريجين من كل جامعه في محافظه مركزيه، وبالتالي كل محافظة مركزية واللي بيجاورها هتاخد أقل من اللي بيطلع لها أصلا من الطلبة بتاعتها، والباقي هيروح نائي. وما قررتش حتى في اللي هيروح نائي طريقة التوزيع، هيبقى في الأمر شبهة تدخل الواسطة من المسؤول الإداري في كل محافظة، هو اللي يوزع الناس على حسب رغباته أو على حسب الواسطة. وده شيء يعني التكليف ده الفترة اللي ممكن تتعلم فيها، أو الفترة اللي ممكن تذاكر فيها شيء يساعدك، او الناس بتروح تشتغل شغل برايفت جي بي، ممارس عام في مستشفيات الاستقبال جنب شغلها اللي في الوحدات. الكلام ده للناس اللي هتروح نائي شبه من عدم يعني. فالوقفه دي المطالبه بمعايير وشروط واضحه لطريقه التكليف. نزل مديريات، كل سنه كان بينزل ادارات،
معنى ايه اللي هو ينزل مديريات؟ نزل مديرية دمياط، مديرية القاهرة، مديرية الجيزة، مش عارفة ايه الحاجات ديت. وبعدين بعد كده قالوا لنا هتتوزعوا في المرحلة التانية على وحدات. كده معناه اللي فيه كوسة كبيرة في الموضوع. عملنا وقفة، وبعدين بعد كده شالوا الحكاية ديت ونزلوا إدارات. إدارات احنا هنختار إدارة دمياط مثلا فيها فرسكور وكذا وكذا وكذا، احنا هنختار فعلا الإدارات ديت. بس لما نزلوا الإدارات ديت نزلوا العدد اللي مطلوب محدود جدا. دمياط نزل 125 واحد بس هو العدد المطلوب. القاهرة بالجيزة نزل 400 واحد، في حين المحافظات النائية نزل سوهاج مثلا 900 أو أكتر، والأسوان أكتر من كده بكتير. 125 واحد بالنسبة لدمياط، في ناس منهم متجوزين أصلا، وفي ناس جايبين امتيازات عالية. بعد كده الناس بقى اللي هم جايبين 80 و82 دولت هيروحوا فين؟ كانوا نازلين الأقليم الأول لمحافظة دمياط هو دمياط، وبعدين بعد كده هيبقى النائي. فالناس دي كانت هتروح نائي سواء كان بنت ولا ولد، ما كانش فرق معاهم هو بنت ولا ولد. أمير شكري، دفعة 2004، دفعة تستلم تكليف إن شاء الله في 2014. مطالبنا باختصار إن احنا بنطالب بالعدالة في التوزيع. ما ينفعش إن احتياجات المحافظات النائية والحدودية تتضاعف مفاجأة مرة واحدة بزيادة عن السنة اللي فاتت. بنطالب بتوزيع عادل، الناس اللي جايبة مجاميع كويسة تروح من محافظات قريبة. وبنطالب بتنفيذ القرارات، قرار 60 وقرار 197 اللي بيضمن حقوق الطبيب وبيضمن امتيازاته المالية وبيضمن تجهيزات الوحدة اللي هو بيشتغل فيها. السلام عليكم، رشا جاد من ممثلة عن جامعة عين شمس، كلية طب جامعة عين شمس. احنا دلوقتي قدام وزارة الصحة عاملين مظاهرات علشان لينا مطالب معينة. كنا جينا قبل كده وعملنا كذا وقفة، بس الحاجات اللي احنا طلبناها كلها ما اتحققتش. فبس فاحنا دلوقتي مطالبنا ان احنا عندنا مشكلتين اساسيتين. اول حاجة كانت الوزارة حاطة حاجات زي ميزات للنائي وكده، بس ما حققتش حاجة من الميزات دي. دي اول حاجة، فده معناه ان الناس كده مش هتروح نائي. تاني حاجة، راحت الوزارة برضو رفعت الحد الادنى للمدن المركزية، ده معناه ان 3/4 الدفعة هتروح للنائي، مع ان لسه المدن المركزية محتاجة. واحنا عرفنا كده من خلال ان احنا رحنا جبنا ورق من الوحدات المركزية محتياجاتها الاصلية قد ايه. بخصوص ملف تكليف الاطباء 2014، قام عدد من الاطباء بوقفة امام نقابة الاطباء اليوم الأربعاء بتاريخ 12 فبراير 2014، تبعه مسيرة إلى وزارة الصحة لتقديم طلبات الدفعة وهي كالآتي: 1. وعدت الوزارة بتمييز المناطق النائية وتحفيز الأطباء لخدمة الوطن في تلك الأماكن، كما وعدت بتنفيذ قرار حوافز رقم 60 و197 في القانون الجديد. وظهر القانون الجديد خاليا من تلك المميزات على خلاف ما وعدت به الوزارة. 2. اتفقت مع ممثلي الدفعات في لقاءات سابقة بالإعلان على الاحتياجات الفعلية لمختلف إدارات الجمهورية، ثم أظهرت بيانات مخالفة للأعداد الفعلية، يعني العدد اللي طلع غير الحقيقة، والتي تم جمعها عن طريق نقابة الأطباء، بما يسمح بتوزيع الأطباء بشكل غير عادل، يسمح بحفظ أماكن لأصحاب الوساطة والمحسوبية. وعليه تراجعت الوزارة عن كل ما تم الاتفاق عليه سابقا بشكل تفصيلي مع ممثلي الدفعة. يعني من الاخر، الكلام اللي اتفق عليه مع ممثلي الدفعات رجعوا عن، قالوا هينزلوا الاعداد الفعلية للاماكن الموجودة، نزلوا اعداد مخالفة.